سنبدأ رحلتنا في هذا البلد الإفريقي من منطقة ماونت كينيا أو جبل كينيا الذي يعد إرثاً عالمياً لليونسكو، حيث سنزور ملجأً للحيوانات منها اليتيمة وأخرى في طريقها إلى الانقراض، كما سنزور حديقة فريدة من نوعها يقطعها خط الاستواء. يعد هذا المكان ملجأً وليس حديقة للحيوان، مكان فريد من نوعه، إذ يمكنك عزيز السائح زيارته والتعرف على المخاطر التي يتعرض لها حيوانات الأدغال الإفريقية، ما يعطيك فكرة عن تاريخ ومكان تواجد الحيوانات الوحشية في هذا البلد. Hey, let's go. لا تنسى الاستفسار من المرشدين السياحيين الموجودين هنا عن طرق الوقاية وعدم إزعاج الحيوانات في أماكن تواجدها، أي سهول وغابات إفريقيا، ففي هذه المنطقة من العالم يجب توخي الحذر ولا مجال للخطأ. نحن الآن في الحديقة الوحيدة في العالم التي تتيح لزائريها مجال اختيار الجلوس وتناول كوبا من الماء في النصف الشمالي أو الجنوبي من الكرة الأرضية، فهنا يقطع خط الاستواء وسط الحديقة، وأنصح بقصدها في فترة ما بعد الظهر للتمتع بمشاهدة تجربة جاذبية الأرض ووعاء الماء، فعند وضعه على الشطر الشمالي للكرة الأرضية ينساب الماء حسب حركة عقارب الساعة، في حين أن الماء ينساب عكس عقارب الساعة عند وضع الوعاء في الشطر الجنوبي. لا تنسى أخذ شهادة القدوم إلى مقهى وسط الكرة الأرضية قبل مغادرة المكان، شهادة تقدمها إدارة هذه الحديقة. ليث وزاري، العربية، كينيا.